السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا حضرات في الموضوع الثالث والأخير، وهو دور الامتياز التجاري اللي هو الفرانشايزينج في دعم المشروعات الصغيرة. وده إعداد الأستاذة مها محمد حمد سالم المهري، والأستاذ علي عبد الكريم علي عبد الحافظ، والأستاذ كامل حسن كامل المغربي، والأستاذ محمود حسن محمد النجار. وهذا الموضوع يا حضرات بيتكون من تعريف نظام الامتياز التجاري، ثم التعريف التجاري لنظام الامتياز، ثم نبذة على التطور التاريخي لنظام الفرنشايز، وبعد كده مزايا وعيوب هذا النوع من الامتياز، ثم أنواع نظم الامتياز والمؤسسات المختصة بتنظيم عمل الفرنشايز، ثم أخيرا الفرنشايز في مصر. بالنسبة لتعريف نظام الامتياز التجاري اللي هو الفرنشايز، من خلال عقد الفرنشايز تؤجر شركة أو مؤسسة، سواء بتقدم هذه المؤسسة سلعة أو خدمة أو تكنولوجيا، تقدم ايه؟ تقدم علامتها التجارية المميزة، وكذلك نظمها الانتاجية والتسويقية والادارية والمحاسبية، ويطلق عليها مانح الامتياز اللي هو المرخص فرانشايزور الى شخص اخر او شركة اخرى اللي هي الحاصلة على الامتياز او المرخص لها اللي هو الفرانشايزي، ويرغب في الاستفادة من نجاح المنتج والاسم التجاري، وذلك مقابل مبلغ يدفع الى مانح الامتياز بالإضافة إلى نسبة من إجمالي قيمة المبيعات، يكون هذا على مستوى المحلي أو الدولي، ولا يعتبر نشاط المرخص له فرعا لنشاط مرخص، وإنما يعد عملا أو مشروعا مستقلا، وذلك تحت الاسم التجاري لصاحب حق الامتياز اللي هو المرخص، ولكنه يتميز بالتماثل الكامل بين الوحدات المختلفة في مختلف المناطق رغم اختلاف ملكيتها لحاصلين متعددين. وحقيقة خير مثال على هذا الموضوع يعني سلسلة مطاعم ماكدونالدز اللي موجودة على مستوى العالم، وممكن برضو يدخل تحتها انتاج السيارات زي انتاج السيارات مرسيدس في مصر او اي انواع اخرى، لان هي بتبقى عبارة عن علامة تجارية، وبتحاول الشركة الام المحافظة على هذه العلامة من خلال متابعة الأمور اللي كلمتكم عليها دلوقتي علشان يطلع المنتج بالجودة وبالسعر الملائم.